كل نهاية أسبوع يجتمع هؤلاء الشباب المتطوعون هنا بمقر المستودع لينطلق العمل. هنا تجمع أغطية البلاستيك التي يجمعها المواطنون. يسهر الشباب على فرزها برعاية فائقة لتوضع في أكياس كبيرة يتم إقفالها بأحكام قبل أن يتعاون الجميع في عملية الشحن، وترسل حصيلة الأسبوع إلى مصانع إعادة التدوير. Donc on les reprend nous et on les recycle et on les produit comme produit fini, comme les tubes, les kits d'irrigation, les caisses agricoles et tout ça. مبادرة استرجاع وإعادة تدوير الأغطية البلاستيكية التي أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسعى من خلالها الشباب بالتعاون مع جمعية ديزيد إكسبلورر لإسماع صوت الأطفال المصابين بداء جفاف الجلد المصطبغ أو أطفال القمر. أطفال القمر سي دي زونفون كي سون سونسيبل للأشعة الشمس، معناتها الأشعة ما فوق بنفسجية يولدوا لهم سرطان الجلد لو كان يسيكسبوز لونتون للشمس. أنا ديسيدي أون ريكولت لي بوشون باسكو سي بلو سي تا ماتيريو بلو بريسيو كو تاع لا بوتيل. دونك أنا كومونسي لينيسياتيف عندها 19 من شهر والحمد لله غراس لهاد لي بوشون قدرنا نعاونوهم بالادويه، شينا لهم دي زافير سكولير، شينا لهم لبسه. عندنا 162 طفل رانا نسيو نعاونوهم شاك موا، سي سني با شاك موا او موان شاك دو موا. الى جانب طابعها الخيري تاتي هذه المبادره لتعزيز الثقافه البيئيه لدى المواطن. انا كونتريبي للناس عندهم هذيك لونفي de connaître la culture du recyclage parce qu'ils disent qu'on génère beaucoup de déchets normés et c'est dommage parce que c'est des déchets de valeur. Ils peuvent trier tant mieux parce que comme on dit c'est le tri des bouchons. Alors on y a nous on les récupère directement triés, on les balance dans des sacs كبار يتريطوا ونحطوهم للوزين. Sinon c'est l'équipe des bénévoles qui يتلاقاو هنايا كل سبت et on s'occupe de l'opération du tri. مبادرة أغطية البلاستيك أو حين تجسد قيم التكافل الاجتماعي بسواعد شباب ترسم الأمل بكل الألوان.